أنا نفسي أسمع من الكروان مولاي. حاضر. نعم. ما شاء الله. أنا بأتي مياه. بأتي مياه. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعاء دعائي بالدموع نادي بنور وجهك إني عائد واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما تحلو مرارة عيش في رضا على عيش من الرغد، من لي سواك، من سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمعه، كل الخلائق ظل في يد الصامد، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي،
واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي. الله يحميك. الله يكرم حضرتك يا رب. الله يفتح ما شاء عليك الله. يا رب. الله. ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يكرم حضرتك. عاملين معاك ايه في البيت؟ ده تلاقيهم يعني مش بيحبوا يسمعوا صوتي. لا ده انا زعلانه منكم قوي. ده زعلانه منكم جدا. انا هاخده عندي انا في البيت. ابني تعالى عندي يا محمود لو سمحت. انا اتشرف والله. انت بتعمل ايه في شهر رجب يا محمود؟ والله احنا مواسمنا الدينيه بقى يعني ممكن شهر رجب الاسراء والمعراج طبعا والليالي النفحات بتاعتنا دي يعني هي المواسم بتاعتنا شهر رجب ورمضان والمولد النبوي والهجره النبويه كل المواسم الدينيه دي بيبقى فيها تجليات وليالي جميله قوي وانا بحب الانشاد مش عشان انا صوتي حلو عشان انا بحب انشد واتجلى ويعني انا تجليت وانت بتنشد يعني دي فضل من ربنا سبحانه وتعالى عليا ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الله يكرم حضرتك البركه بتيجي في الانشاد دي مولانا طبعا ده كفايه ان حضره النبي اللهم صل عليه كان بيحب المدحين قوي الله 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 وكان الله المنبر ينصب وانا كمان بحبهم قوي بيخلوني اشعر بالراحه وبالطمانينه وان روحي بتسمو يعني ده كان حضره النبي بيطلب من الصحابه يمدحوه عليه الصلاه والسلام وكان يجهز لهم المنبر في المسجد النبوي الله وكان اكابر شعراء الصحابه يصعدون هذا المنبر يمدحون من فوقه رسول الله وهو جالس عليه الصلاه والسلام وكان رسول الله يتمايل طربا مع المديح الله 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 وعندنا الامام ابن سيد الناس اللي مدفون جنب سيد ابن عطاء الله السكندري أيوه له كتاب ضخم فخم كده اسمه منح المدح جمع في هذا الكتاب قصائد كبار شعراء الصحابه في مدح حضره النبي اللهم صل عليه وحوالي 500 قصيده في مدح النبي اللهم صل عليه فالمدحين كانوا غاليين قوي عند النبي وكان العرب طبعا بيتميزوا بالشعر وباللغة طبعا يا سلام بقى لما الشعر مع الأصوات الحسنة ويكون المضمون مدح الحبيب المأمون عليه الصلاة والسلام.